رجعنا لكم مكملين معكم في الحوار ويكاند. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. الحلقة كاملة تلقاها بتبيع على شين يوتيوب قناة الحوار التونسي. الفقرات الكل مقسمين والفيديوهات مقسمين، تلقاهم على باش فيسبوك الحوار ويكاند، تكتبوا الحوار ويكاند بالعربي باش تلقاو الصفحة متاعنا. ومرحبا بكل تفاعلاتكم تعليقاتكم واقتراحاتكم. توا خليني نفكركم في الصالون شيك هذايا اللي عندنا في الاستوديو، والصالون مونجي بيان سور اللي من عند نوتر بارتنير سوتوفاب. سوتوفاب تلقاو عندها لا نوفيل كوليكسيون نتاع لي صالون، لا نوفيل كوليكسيون 2024 بيان سور. للي يحب يجهز العرايس الجدد هذه فرصتكم، اون كوليكسيون très tendance qui m'a dit nous chauffons à l'écran. Femme un salon spacieux et des salons arena, design contemporain, sophistiqué et surtout confortable. Donc nous chauffons toute la gamme d'alcool à maujouda sur le site web sotufab.tn ou elle t'emchi ou l'ouïe et de les showrooms ta sotufab et les maujoudines un peu partout fitounes ou kif zéda nous montons nous t'allons à la page Facebook ou انستغرام. الحقيقه سوتوفاب موبل اون كي نحكيو على رابور كاليتي بري، حاجه ممتازه جدا والجوده مضمونه عند سوتوفاب موبل. احنا باش نتعداو لفقره بيانيتر. اغلبيه الاولياء الحقيقه كي تجي العطله يقولوا نتفاجئوا، ما نعرفوش شنو نعملوا مع صغيراتنا مع الاولاد، باش يبداو قلقين نهار كامل، ما يركحوش يهرجوا، شنو نعملوا باش نقريو ما نقريوش، باش نعملوا مراجعه مش باش نعملوا مراجعه. و فما اللي يخليو صغارهم اغلب الوقت يتفرجوا في التلفزه ما غير حتى برنامج، ما يعملوا حتى شيء حتى تتعدى العطله هكاكا. باش نحكيو في الموضوع هذا وشنو لازمنا نعملوا والاخطاء اللي لازمنا نتجنبوها. تحضر معنا الاخصائيه النفسيه مروه بن عرفي. صباح الخير ونهارك زين. اهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا عفيف. مرحبا بيك، شكرا. يعيشك. دوك برشا اولياء كما كنت نقول يقولوا الصغير تعب، العطله فرصه باش نخليوه ياخذ راحته يرتاح يسهر قد ما يحب، يولي الريتم نتاعو مقلوب، بيقوم وقت ما يحب، حتى القرايه والمراجعه ماهيش حاجه لازمه بالنسبه اليوم. صحيح هذا ولا فما حد ادنى من النظام اللي نعملوه؟ افيك موديراسيون. دونك عفاف، الحاجه الاولى مبروك للصغيرات اللي نجحوا فوقوا، واحنا في ختام يعيشك ان شاء الله ربي يبارك لهم صغارنا الكل. فوالا امين يا ربي. وان شاء الله ربي يوفق اللي تاجلوا واللي مازالوا. حبيت نقول انه العطله كيف ما اي ايفينمون لازمنا نحضروا له، لازمنا نبرمجوه. انت كيف يبدا عندك اي حاجه باش تعمله يا عفاف لازمك تبدا تبرمج له وتحضر له في اللوجيستيك نتاعه، في التوقيت وفي التقسيم في الميزانيه وفي الامور هذه الكل. العطله الصيفيه لو كان ما نقسموهاش وما نفهموهاش مع بعضنا كيفاش باش تصير، راهو باش توفى تلقى في روحك في لو 15 سبتمبر وانت ديجا ما بروفيتيتش، ما عملتش حتى الحاجات اللي ناوي باش تعملهم. سو كيفي اول حاجه نبداو بها البرنامج هي نعملوا البروغرام نتاعنا، بلان نتاعنا كيفاش نحبوا نقسموا. الكلام اللي كنت تحكي فيه انهم صغيرات يتعبوا، وي جو سوي داكور، حتى لي بارون زاد ولي مامون سورتو يتعبوا عفاف في السنه الدراسيه، هما بدهم يرتاحوا في لي فاكونس عليهم الحمل نتاع القرايه. مش كل لانه فما دي بارون زيد هما بدهم يخدموا كل، دونك نفس الريتم. مي فما تعب من ناحيه اخرى، هزلات مراجعه ترجع مراجعه في في البيريود نتاع لي زيكزامان. دونك الحقيقه السنه الدراسيه راها على العائله الكل، على العائله امبليكي كيف ما صغير لي بارون افيك دي دوغري اون فونكسيون بالليتا نتاعهم. ولكن العطله فرصه باش نرتاحوا الناس الكل. وقتاش تولي راحه؟ وقت ما نعرفوا كيفاش نستغلوها. اش معناها؟ وقت ننظموا به، باش نخليك تتكلم في هذا الاطار. اول حاجه هي النوم مهم، وانه بما انه احنا كاولياء مازلنا نكملوا في الريتم تاع الخدمه نتاعنا، مهم وانه صغارنا يقعدوا زيدا يرقدوا بكري ويقوموا غولاتيفمون بكري باش ما نبداوش ديكالي على بعضنا. توتافي مهم، على الاخر نحافظوا على ريتم النوم نتاع صغيراتنا عفاف، على خاطر السهريات والنوي بلونش راهو عندهم تاثير كبير على الصغار. نراو الصغار واللي تتصبح للي يجي الصباح وهي مازالت ساهره، فيو سخانه وفيو لومبيونس نتاع الصيف والسهريات والخ...
الخرجات والحاجات هذه الكل، وراهم بعد باش يظهر التاثير نتاعها في لاني سكولير. يولي صغير عنده مشاكل في النوم، في النظام نتاعو، في التركيز، في التشتت، سورتو اذا كان قاعد يسهر مده طويله. راهو الحاجات احنا اون مود فاكونسي نجموا يصيروا اكسبسيونيل، اما ما ينجموش يكونوا ريتم. دونك نحرصوا انه ريتم صغيراتنا يكون قريب برشا للريتم نتاعنا، على خاطر اذا كان باش يتقلب الهلوج بيولوجيك نتاعهم من بعد بكان سبتمبر باش نلقاو ديفيكولتي باش يعاودوا يرجعوا. فما وينجم يتسبلهم في الارهاق زايده، معناها الريتم هذاك. دونك معناها هوني انت كي تقول لي نجموا نخليهم شويه على راحتهم، بار اكزومبل نجم نخليه يصل نص الليل مثلا ماكس ساعه ماكسيموم وعمر صغير ما ينجمش السنه الاولى مش ساعة. مش الاربعه نتاع الصباح والخمسه نتاع الصباح ولا ساعات حتى اكثر. تطفي. دونك هذايا فريمون سي غراف. علاش قلت لك كل حاجه افيك موديراسيون، لازمنا نحرصوا على التعديل والدوزاج المناسب، مش باش نقعدوا نقوموا بريتم 6 نتاع الصباح ومش زاده بيخليو نرقدوا 6 نتاع الصباح والهلوج تتقلب وهذاك باش يتسبب لنا في مشاكل من بعد. دونك اول حاجه نعملوا البلانينغ نتاعنا. كيف نعملوا البلانينغ عفاف توا نعرفوا انه مثال انا عندي ديزاكتيفيتي باش نعملهم ريزولتا لازمني نقوم في الصباح، لازم برنامجي يبدا واضح، نهاري يبدا واضح من الاول، نعرف اللي انا فما كل نهار شنو هي البلان. نعطي اكزامبل عفاف، احنا تقريبا عديناه جوان راحه على خاطر صغيرات البريمير والاعدادي كملوا ما عدا المناظرات، دونك ديجا هما ارتاحوا شويه. نكملوا شهر جويه نشوفوا شنو عندنا فيه بروغرام نتاع بحر نتاع خرجات نتاع تصيف نتاع الامور هذيك الكل. دونك نحاولوا احنا يكون البرنامج واضح، والصغير النهار نتاعو لازم يعرف كيفاش يعديه. اللي عنده اكتيفيتي باش يعملها في الدار يعمل اكتيفيتي في الدار افيك لا مامون باغ اكزومبل اذا كان هي قاعده في الدار، والا وحده هو شنو هي الحاجات اللي نجم يعملها اون فونكسيون بيان سور بالغرام نتاعو وبالعمر نتاعو. فما صغيرات ينجموا في الكوليج اكزومبل ولا في الليسي يقعدوا وحدهم بيان سور وينجموا يعملوا ديزاكتيفيتي اللي هما يحبوهم. العطله راها فرصه باش نداركوا فيها عفاف. الصغير اللي عنده صعوبات واللي عنده مشاكل سي لوكازيون فريمون اللي باش يعمل شويه. عاوزين على المراجعه، عاوزين على القرايه. الغيتم اون فيت مراجعه ماهيش بنفس الغيتم والا ليسبري سكولير. أيوة. اللي مربوطه بايفالواسيون وبنوت. راها مراجعه باش هو يدارك لك الاخطاء والنقائص. باش بلاكي تقولي مراجعه هنايا باش نراجع الحاجات اللي ناقصتني ولا باش ندخل في البرنامج الجديد نتاع العام الجاي ونعمل افونس؟ لانه يعني فما برشا دي بارون وتلمدا ياخذ لك البروجرام نتاع العام اللي باش يرجع له الدراسي ويعمل فيه افونس. لا هذيك حاجه باهيه ولا لا؟ اول حاجه نبداو بها ماهيش حاجه باهيه برشا اني نقدم في العام الدراسي على خاطر كي باش ندخل في 15 سبتمبر باش نلقى روحي مانيش انتيريسي فادت قلق تعب ديجا عندي عليه فكره البروجرام دونك ماهوش باش يكون باسيونون بالنسبه لي. الصغير يفقد الشغف لانه ديجا اطلع عليه. دونك البروجرام نخليوها في وقته عفيف. اما نحكي على القديم الحاجات اللي ما تداركتش بها حسب النتائج نتاعي في السنه الدراسيه الفارقه اللي عندي فيها اعداد خايبه ناقصه والا نحب نحسنها والا نحب نخدم عليها اكثر. هذيك اللي نركز عليها اللغات مثلا الانفورماتيك اذا كان انا نحب لونجلي فرونسي اذا انا نحب الحاجات اللي انا را انها تنجم تعاونني. دونك نعملوا بروغرام ماهوش باش يكون كيف ما القرايه، نعملوا سويعتين في النهار اذا كان الصغير يختارهم في الصباح والا احسن وقت بيان سور، والا اذا كان ما عندوش شكون مثلا لما مامون تخدم باش يكونوا في العشيه والا في الليل. نهار كامل يكون اللي يبغى يعمل فيه ليزاكتيفيتي اللي يحبهم، ومهما كانت الاكتيفيتي لازمها تكون سو فورم لوديك ماهيش كرتابه ومكتب ونفس الريتم في شكل لعبه. عفاف حبيت نقول راهو ما تكونش فيها ضغط. باش نقعدوا في نفس الاسبري هذايا اليوم نعرفوا انه صغيراتنا في عالم كونكتي على الاخر والعطله فرصه عاد باش يعديوا ساعات طويله قدام لي بي سي نتاعهم ولا زاده في التليفونات نتاعهم. كيفاش نخلي صغيري يستغل القاعده هذه على الانترنت باش يتعلم حاجه باش يكسب مهارات جديده باش تكون فيها بلوس مش جوستك الاستغلال السلبي للانترنت؟ تطفي. دونك صغيراتنا اولاد وقتهم اوتوماتيكمون مربوطين وكونكتي بالانترنت وهذا في العصر نتاعهم. ما ينجمش توا نحكيو على صغير ما عندوش فكره على الانترنت وما يدخلش، ولكن ديما افيك موديراسيون من الاول نعلموا الصغير الانترنت راهو باش نتعلموا بها حاجات مش باش نضيعوا الوقت. راهو باش تقعد انت تسكرولي طالع هابط تشوف في اليوتيوب والا في لعبه والا في حاجه ما عندهاش فايده باش تفيدك القدام، وقتها تولي بيان سور نحكيو على مشاكل وعلى اضرار نتاع الانترنت. ولكن وقت ما صغير يعرف انه ينجم يستفيد نجم يتطور مثلا انت حكيت على اللغات نجم يكتسب مهارات ولازم يكتسب مهارات لانه في وقته. دونك الحقيقه باش تعاونوا برشا وقت ما يعرف الاهميه والقيمه نتاعها الانترنت مش لتضيع الوقت او كونترير باش نتعلموا حاجات جديده يجاوب على اسئله يتعلم يعمل اترافير دي زابليكاسيون يتعلم يشوف دي فورماسيون ينجم يعملها كيف ما الفيديو
الفيديو كيف ما المونتاج كيف ما غيره هذايا الكل بيان سور باش تعاونوا حتى القدام ديما راهو لي زكتيفيتي اون فونكسيون بالعمر ولكن البرانسيب ان قاعدين نتعلموا ماناش نضيعوا في الوقت دونك الوقت ما يكون بينيفيك لازم الاول البارون ياثر ولده فين ما باش يحطوا يتفاهم هو ايه من اول العطله يوريه زاد البرامج الباهيه اللي نجم يستثمرها ويستغلها عفاف مش يعطي التليفون ويقول له برا ابحر واعمل شنو تحب لا يحط له البروغرام يعطيه الوقت التايمينغ اللي هو باش يكونكتي فيه وباش يكون فيه موجود على خاطر صغير قد تعطيه 24 سور 24 كي تاخذ التليفون شو يقول لك ما تفرجتش انا توا شديت على خاطر ما عندوش الكونترول نتاع الوقت دونك البارون من الاول يحدد له وهذايا راه حاجه مهمه على الاخر لانه تعلموا اول حاجه البلانيفيكاسيون التخطيط وتعلموا زاده يتحكم في جيستيون نتاع الوقت نتاعو راهو وقتنا عنده قيمه عنده اهميه احنا لازمنا نعرفوا نستغلوه ونعرفوا كيفاش نتحكموا فيه دونك من الاول البارون يرافق صغيره وكي يتاكد انه هو سي بون فهم يخليه على راحته مهم على الاخر حاجه اخرى زاده قلت قبيله انت وانه الاولياء نجموا يشاركوا صغيراتهم في بعض الانشطه شنو تنجم تنصحهم مروه في الاتجاه هذايا شنو نوعيه الانشطه اللي نجموا يمارسوهم الاولياء مع صغارهم تري بيان يعطيك الصحة الألعاب الكل العائلية التثقيفية مهمة على الأخر أننا نلعبوها مع صغارنا عفاف على خاطر أو كور دو لاني سكولير راهو غيتم تري أكسيليغي والناس كلها تجري ما بين القراية والإتيود وليزاكتيفيتي سبورتيف وغيره إي سيرتو الإتيود قداش ياخذ وقت للصغير ومن البارون دونك هذه فرصة باش نقربوا لصغارنا منا احنا نلعبوا نتثقفوا واحنا زادة راهو نتفرهدوا ونعملوا جو ماهوش كان الصغير يفرح كيف نلعبوا معاه احنا زادة بالحق بينيفيكو باهي على الأخر لي بارون فما زادة القراية المطالعة الكتب ديما اون فونكسيون بالعمر نتاع الصغير ما فيها بس لو كان نعاودوا ندوفلوبيوها اكثر ونحكيو فيها اكثر نتفرجوا في افلام وحاجات وثائقيه اللي تنجم تفيد الصغير وخاصه ونعملوا نقاش مع بعض فوالا وخاصه ان نجموا نعملوا كديبال مزيان هذاك ونفسروا له حاجات معينه واترافير دي فيديو ولا دي فيلم نجموا نوصلوا راهو دي بالور يعطيك الصحه ودي ميساج اللي باش يكونوا بينيفيك حتى لصغيراتنا وكور دو لاني نكونوا ديجا احنا عودناهم انهم يعملوا على انفسهم عندهم فكره على برشا حاجات حتى من بعد في معترك الحياه وفي الدنيا ما يلقاوش حاجات صعيبه لانه كل شيء شافوه واكتشفوه وتعرفوا عليه مع لي بارون تاعهم دونك لي زكتيفيتي هذوما باهين على الاخر حتى باش نعملوا جو فيديو ما فيها باس ندخلوا لونيفيرغ نتاع صغيراتنا ونقربوا للعالم نتاعهم خليهم يلعب ولدي معايا انا سميوك ايوا نجموا نكتشفوا راهو برشا حاجات نتعلموا وامنه بالنسبه لي ولدي يكون معايا سميوك مع عباد اخرين انونيم ما نعرفهمش فوالا وهذاك نجم يكون بحد ذاته رجعوا مروه خلينا نذكر وكنا حكينا فيها احنا عم ناول انا وياك الموضوع هذايا مهم برشا وقلنا نتذكر وقتها وقت الكونفينمون في الحجر الصحي والكورونا قديش قربنا لبعضنا افراد العائله ولينا نلعبوا لي جو دو سوسيتي اللي هما لي جو دو سوسيتي ماهمش ياسر في تقاليدنا الحقيقه في تونس ولكن دخلوا لنا من بعد قاعدين يمشوا ويزيدوا انا نرى وانه مع بدايه العطله مهم انه نستثمر في حتى لعبه ولا زوز ناخذهم راهو باش نعدي بهم فاكونس كامله نروحوا من الخدمه نعديو ان مومون مع بعضنا مع صغيراتنا تعشينا نلعبوا جو دو سوسيتي مع بعضنا محلاهم تونسيه فما دي مومون ينجموا يصرحونا صغارنا برشا حكايات وحنا نلعبوا لهم فريمون نربحوا الثقه نتاع صغيراتنا نربحوا اكيد الكوميونيكاسيون اللي باش تتحسن وتتطور وحتى الحاجات اللي خباهم صغيرك او كورت لاني ما لقاش الوقت ولا الفرصه ولا حسك مش حاضر باش تسمعوا راهو باش يسترجعهم في اللحظات هذيك ويقول حبيت نقول فما برشا العاب الثقافية التونسية باللهجة وبالدرجة التونسية محلاهم على الاخر في المكاتب موجودين ينجموا لي بارون منا يزيدوا يعرفوا الثقافة نتاعنا والامثال الشعبية وحاجات محلاها ومزيانة ويقربوا بها لصغارهم بيان سور فيها النكتة وفيها الضحكة وفيها حاجات محلاها. شكرا يعطيك الصحة الاخصائية النفسية مروة بن عرفي ان شاء الله عطلة طيبة للجميع وان شاء الله بالنجاح للصغيرات الكل احنا باش نعملوا ترانزيسيون صغيرة وباش نمشيو للطاولة نتاعنا فطورنا راهو حضر. فطورنا حضر الطاوله نتاعنا حضرت كما العاده مع شيف سيد تبارك الله عليه ويسلم يديته التطيب البنين اي لا بيل بريزونطاسيون برافو شيف يعطيك الصحه نعملوا ان بتي ريكاب اليوم شنو طيبنا اليوم عملنا البات بريزي عملنا تارت روستيك الشكشوكه نتاعنا راتاتوي وبوراتا هي لا باز استعملنا جولدينا واستعملنا الفرينه زاده نتاع رند بيه البلا برينسيبال نتاعنا كالامار فاسيل خذينا كالامار اون تيوب عملنا الخضره نتاعنا اللي هي بصل وسبناخ وشويه تومات
بيكونت نتاع السيكام بالطبيعه. وسع عملنا زاده لسان عصفور نتاع رنده وفوحنا بالقدا وحطينا النعناع وحطينا في الصوص نتاعنا. في الديسير اللي هي كريب بريباراسيون نتاع فانواز عملنا تالياتيلي كريب بالشوكولا تختيني نتاع فانواز 20% نوازيت وزيناها بالصوص ديسير شوكولا. احليها وتخي براتيك حتى للصغيرات ما يحلوش في ماكلتها كي تبدا مخصوصه بالطريقه هذايا. كاو نو مكملنا. ماشي في يعطيك الصحة، تخليك تغرف لنا ميلة، خلينا نذوقوا بالطبيعة لي بلا بتاعنا، أنا نشكركم برشا برشا على حسن المتابعة، نعطيكم موعد كيما العادة في نفس التوقيت غدوة على قناة الحوار التونسي ابتداءً من 11 ونتمنى لكم مشاهدة طيبة لكل برامجنا وشهية طيبة للناس الكل. Thank you.